سيد إيهاب أبو غزالة صاحب مزارع للدواجن، أسعد الله صباحك بكل الخير سيد إيهاب. صباح الخير أخت وفاء. صباح الخيرات والنشاط والحجبجة. يعني أسعار البيض في الأسواق الفلسطينية تشهد ارتفاعا كبيرا خلال هذه الأيام، ارتفع سعر طبق البيض من 15 إلى 25 في بعض المناطق، برأيك كيف تترجم لنا سبب حصول هذا الارتفاع؟ أول شيء الله يصبحكم بالخير جميعا. صباح الخيرات. الحقيقة أنه أي ارتفاع في الأسعار هو تابع لقانون العرض والطلب، يعني خاصة مزارعين الدواجن سواء منهم الدجاج اللاحم أو منتجي البيض للأكل، لما بيزيد الطلب على سلعة معينة بده يرتفع سعرها، هذا قانون السوق. لما بخف الطلب على سلعة معينة بده ينزل سعرها. الآن في طلب من الناس على أكل البيض بسبب يعني تحليل الشخصي موسم الزيتون، لأنه الناس مش فاضية تطبخ وتعمل وجبات، بتروح على الشيء السريع يعني، فبتروح للشيء السريع، فلذلك صار في طلب على البيض وارتفع سعر الكرتوني. وبالمقابل كان سعر الدجاج اللاحم من المزرعة قبل يومين حوالي 9 شيكل، وهو تكلفته حقيقة للمزارع بكلف 8.5. الآن يعني كان فيها مش ربح بسيط للمزارع. الآن خلال يومين انخفض سعر الدجاج في المزرعة لتمانية ونص، والليلة تم تحميله بثمانية شيكل من المزرعة. فدليل يعني إنه المعادلة واضحة، انخفض الطلب على الدجاج وزاد الطلب على البيض. نعم نعم، وبالتالي يعني هذا معادلة كما قلنا عرض وطلب، بس بالضبط. من 15 ل 25 كتير أستاذ إيهاب، ولا شو؟ هي يعني مش بيوم وليلة ارتفع هذا السعر، على طبعا تدريجي. تدريجيا، وزي ما حكيت لك في طلب كبير على البيض وما فيش إنتاج، ولذلك يعني المنتوج اللي موجود محليا لا يلبي الطلب. طب ليش الانتاج قليل او خف في هذه الفتره؟ هو الانتاج بجوز يكون طبيعي بس الطلب عليه صار زائد. يعني في الايام العاديه الكميات اللي موجوده بالسوق تفي الحاجه، لكن لما انت زي ما حكينا تتحولي من الوجبات العاديه للوجبات السريعه، راح يصير طلب. يعني العائله اللي كانت تستهلك مثلا كرتونه بيض في الشهر راح تصير تستهلك كرتونتين. نعم، فبالتالي اكيد اللي يرتفع سعرها. طب بالنسبه للاسعار الاعلاف، هي كمان رافقها ارتفاع، وبالتالي يعني هذه الارتفاعات تاتي متتاليه ومتواليه بذات الوتيره، يعني ارتفاع الاكل العلف للدواجن ومن ثم ربما زياده الطلب مع قله الانتاج، او الانتاج هو بالمعدل المعتاد ولكن مع زياده الطلب، وبالتالي هذا كله تساهم مساعد في رفع اسعار البيض. طبعا تفضلت فيه 100% صحيح. من فترة الحرب اللي صارت بين روسيا وأوكرانيا، للعلم أوكرانيا من أكبر المصدرين للحبوب اللي صحيح بتساهم في صناعة الأعلاف، وبالتالي ارتفع سعر الطن مثلا للأعلاف من 2200 2300، اللي هو كان اصلا مرتفع. يعني احنا قبل سنتين كنا ناخذ طن العلف ب 1800، الان طن العلف ب 2800 ويصل احيانا الى 3000. صارت في بادره انه راح ينزل سعر العلف السنه، لكن ردت اشتدت الحرب وما زالت اسعار الاعلاف عالية. إذن كلياته هذا خلينا نقول يتسارع بنفس الوتيرة، معادلة طردية، بنقول ارتفع سعر العلف وبالتالي زاد الطلب على البيض، إذن مباشرة رح يزيد السعر. برأيك رح يرجع للسعر المعتدل قريبا أم ماذا؟ أنا أتوقع أنه بعد موسم الزيتون رح يرجع الاستهلاك طبيعي، وبالتالي راح ينخفض سعر البيض. احنا نتأمل بصفتي انا احد مربين الدواجن، انا اتأمل انه يرتفع سعر الدجاج شوي، لانه انا تكلفته علينا يعني مش راح ينبسط المواطنين استاذ إيهاب. وانا اللي بدي احكيه
يعني في شغله دائما الناس هي يعني حساس كثير. هو لو نظرنا لسعر لحمه العجل ولحمه الخروف ثابته معظم السنه. صحيح مظبوط. فلذلك الناس متقبله سعرها. بينما عشان سعر الدجاج مثلا في طلوع ونزول، خلص هم لما بينزل السعر بيقولوا هذا منيح، ولما بيرتفع السعر بيقولوا ارتفع سعر الدجاج. مزبوط. بس هو لو انه يتم تثبيت سعر الدجاج خلص بصير سعره طبيعي. يعني انه يكون اسوه ببقيه المنتجات الغذائيه. بالضبط. لكن للاسف سعر منتجات الدجاج سواء بيض او لحم تابعة للعرض والطلب وتابعة لسعر السوق. صحيح. وتقلباته. صحيح. ولذلك المواطن أيضا يشعر في هذا الكلام وبصير بده الرقم الأدنى، يعني أقل سعر. يعني احنا اجمالا زي ما قلت بعد ان شاء الله قطف الزيتون هو بنرجع للطبيخ والنفيخ، بنرجع للزيت وبنرجع للزيتون وبنرجع للمسخن، وبالتالي يعني بصير طلب على شيء ثاني وبتصير الاسعار تترافق باختلاف على امور اخرى. هي فتره كما قلنا وفتره مؤقته، وان شاء الله تجري الامور على ما يرام. وبالنهايه معادله الربح والخساره هي متغيرة بصراحة، يعني في أوقات كمان مربي الثروات الحيوانية بيخسروا خسائر فادحة، خاصة في سواء التغيرات المناخية الحارة أو الباردة. صحيح. تسجل صحيح. خسائر جسيمة بصراحة في هذا القطاع. صحيح أختصاء، يعني هلأ أحكي لك إن خفض سعر الدجاج لـ8 شيكل بالمزرعة، المزارع بيخسر نصف شيكل بالكيلو. واحنا ما بنحكيش عن، مع احترامي يعني جاجتين وثلاثة احنا في العائلة، احنا بنحكي عن مزارع وبالتالي هذا بيفرق معاه بشكل كثير كبير، وبالإضافة إلى أنه أعتقد محدودية الدعم من الجهات المختصة التي يجب أن تدعم وتقدمه، الدعم محدود من قبلهم أليس كذلك؟ الدعم يعني بديش أقول محدود، الدعم معدوم؟ معدوم نهائي. حبينا يعني نلطفها شوي استاذ ايهاب. والله انا بحكي لك يا اختفاء من واقع تجربه. يعني الدوله سلطتنا الوطنيه بتقدر انها تدعم المزارع على القليل، يعني بجوز ما بتقدر تدعم سعر العلف، هاي اسعار عالميه، او انه وضعها المادي او الاقتصادي ما بسمح لها انها تدعم الاعلاف، مثلا غاز التدفئه انجارة تضاعف سعرها اللي بنحطها تحت الصفان أول ما بنجيبها. تضاعف سعرها من مثلا الشوال كان بستة شيكل، الآن صار الشوال بـ14 شيكل. يعني أكثر من الضعف بصراحة. طبعا. لكن الدولة بتستطيع أنها تدعم المزارع عن طريق شغلة بسيطة، أنها ترجع له المسترجعات الضريبية الـ16% اللي بتاخدها من المزارع. ليش مزارعين مثلا الخيار والبندورة بتم يعني بأخذوا مسترجعات ضريبية، أما مربي الدواجن ما بأخذوها؟ يعني هذه نقطة مهمة أنه يتم الحديث فيها والمطالبة فيها أستاذ إيهاب. يعني طبعا طبعا. بعدين يكبحوا جماح عمل الفقاسات بأنه يقننوها، يعني الفقاس اللي بتشتغل مثلا طول السنة تصير تشتغل نص السنة، لأنه في فقاسات كثيرة وقاعدين بيطرحوا منتجات كبيرة بالسوق، وبالتالي رح يكون في كميات غير مسيطر عليها. يعني بما معنى اللي هي تنظيم عمل مزارع الدواجن. طبعا يعني أنا مش فاهم في وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة شو بيساووا. يعني المفروض هذا يكون شغلهم الشاغل. نعم. إنهم يعملوا دراسة حقيقية عن احتياجات السوق ونشرات دورية وترتيب عمل الفقاسات. أي واحد هالأيام بروح على السلطة بيعمل ترخيص فقاسة وبفتح وانتاج بكميات مخيفة. هذا ممكن للأسف بسبب غياب بعض الدراسات والرقابة الدورية على قديش عنا هذا المجتمع. صحيح. هو يحتاج وكم يتطلب، وبالتالي هل نعطي ترخيص أم لا نعطي وفقا للحاجة، وإذا غابت هذه الدراسات والرقابة طبعا. فبالتالي زي ما نقول رح تخلق حالة من الفوضى في زيادة الإنتاج، في زيادة ربما أعداد الفقاسات كما ذكرت، وأمور أخرى قد
تأتي بنتائج سلبية على قطاع الثروات الحيوانية. إجمالا مرة أخرى أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذا التوضيح وهذه الترجمة لأسباب ارتفاع أسعار طبق البيض من 15 شيكل إلى 25 على فترات تدريجية. شكرا جزيل الشكر السيد إيهاب أبو غزالة صاحب مزارع للدواجن، شكرا لك ونواصل في مشوارنا الصباحي. وأي